aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere laftan anlamaz. ممكن تتركينا لو سمحتي؟ عن إذنك. رح ينزل البيبي من كتر مو متضايقة. شو صاير مرام؟ نوران قال ما بدها تصمم لي فستان عرسي، متخيل أنت؟ يعني رفضت طلبي. ما بدها تصطفل، ما بنقدر نجبرها على شيء. كيف يعني؟ صمم فستان عرسي عند حدا تاني وفي مصممة عم تشتغل بصارتي؟ مالها موظفة بهالشركة؟ تأمرها أنت طبعاً. نوران مو بس موظفة عنا، هي صديقتنا وفنانة كمان. بس ليكي، تصميم فستان عرسك ماله من مجال اختصاصها. لهيك بعتذر ما فيني أخدمك بهالموضوع. بالإذن منك. صحتين يا روحي. أنا بقترح ناكل مشاوي اليوم المساء حبيبة قلبي. وقفت لي قلبي. من وين طلعت أنت؟ بس إذا تشوي لي قلبك ما عندي مشكلة أبداً. أوكي موافقة. طبعاً بشوي لك قلبي على الفحم شوي شوي لحتى يستوي وبتاكلي صحتين وهنا وبتتحلي. بس أنت ليش لونك مخطوف كتير؟ أنا بدي هالخدود يوردوا، بدي إياكي تعجعجي وتسمني شوي. إيه شو قصدك؟ ما فهمت عليك، لا تخليني طلع جناني هون. لك أنا ما هيك بقصد، اللي بقصده بدي قصة حبي أنا وإنتي تلهلب قدام منقل المشاوي. شو بتحبي أشوي لك؟ لحم عجل ولا لحم خروف؟ خلص خلص بكفي، ما بحبهم، هدول الأكلات ما بطيقهم، لأني بحب الحيوانات وما بدي أذيهم. إيه بسيطة. بعد الأكل منشرب لنا كاستين شاي ومندلك كروشنا وشوي شوي مننسى شو أكلنا وبلا قصص عالم الحيوان تبعك بيسان. خلينا نتمتع بالحياة شوي. بس اليوم ما بقدر، جايين خطابة. شو؟ انت شو قلتي؟ عيدي. قلت ما بقدر. اللي بعدها. يمكن قلت خطابة. مو معقول بيسان، انت شو عم بتقولي؟ ما حدا بيقدر ياخدك مني مين ما كان يكون، فهمتي؟ شباك روق شوي. مو لإلي، مشان أسيل جايين مو مشان يروق. بحياة الله. طيب ليش بنت حماية ما خبرتني من قبل؟ اعترفي قولي الحقيقة بيسان. معقول يكونوا إلي؟ مو معقول انت كرم. أستاذ هاي الورق. أوكي شكراً لك. تالا مو هون؟ تالا طلعت، مو كانت طالبة إذن وخبرتك من كام يوم؟ خبرتني ونسيت. معقول؟ بس أنا موجودة. ما بدي عزبك معي لأنه مبارح ما أجيت وتراكم الشغل، فكنت بدي إلا أنه ما تغير البرنامج وتضلنا نخلص شغل. مو مشكلة، أنا بضل معك.
أسيل؟ آه كرم، شو أخبارك؟ منيح، أنت كيفك؟ الحمد لله منيحة. خير صاير معك شي؟ لا أبداً، بس جاي أعمل فحص. صراحة إذا بفحص إشارات الاستفهام يلي موجودة بمخي بيكون أحسن لإلي. كيف يعني؟ مو علي. ألف مبروك يا بنت، دعي لهون. ليه بقى؟ على زواجك. أنا رح أتزوج؟ إمتى رح أتزوج ومين؟ ليش ما في هيك شيء؟ والله ما عندي علم بنوب، بس إذا أنت جايب معلومات من مصادر موثوقة خبرهم إني انبسطت كتير. كيف بقى؟ أنت مو جايك عريس؟ لا والله. شو هالحكي؟ ما في حدا هيك أو هيك معقول؟ بظن ولا واحد. بالمرة؟ ولا واحد. يعني إذا في حدا بدي خبي عنك كرم، معقول ما أنك مصدقني؟ لك مين اللي جاي لعندكم المساء؟ جماعة. مين هالجماعة؟ يعني مين هن؟ خطابة. هذا اللي أنا بدي أعرفه. قلتي رح يجوا خطابة، إذا مو مشانك أنت مشان مين بدهم يجوا؟ احكي ليكونوا مشان بيسان. جايين يطلبوا حبيبة قلبي أنا، ما هيك؟ جايين عينك، كنت عينك، ما هيك؟ لا والله مو مشانها، مشان غيرها. جايين مشان رفيقتنا الثالثة بنت خالي أمينة. خلص أنت روق. قولي والله. والله عم بحكي جد، شو مو مصدقني؟ لا صدقتك، وخصوصي لما مسكتي الجراف عرفت إنك سادة. معقول كذب عليك؟ لا مو معقول. المهم الدكتور بيكون عم يستناني. يلا بشوفك بنت حماي. ايه لازم تشوفه للدكتور، وان شاء الله بيلاقي لك شي دواء. ابصر وين خابت هالراس. الله يشفي لك يا ويعافيك. ليش انت زعلانه يعني؟ والله ما بعرف، مو بسببك هيك صار؟ رايحه جايه بتقولي تزوجوا تزوجوا، مليكو يا ستي رح يتزوج. سامحني، لو بعرف انه هيك رح يصير كنت خيطت امي وما حكيت ولا كلمه. ندمانه يعني؟ معناته ما عاد في داعي تدعيلي من اليوم ورايح. عن جد رح أكيف هيك؟ لا ما حذرت. تأكد فوراً رح ألاقي لك بنت الحلال يلي بتناسبك وجوزك بأقرب وقت، وما بخليك توقع مثل أخوك. شو هالحكي يا ستي، شو هالحكي؟ خلص معناته شبابي ضاع. أصلاً هو اللي ضاع منه شبابه. مدام صار اللي صار، أنا خلص لازم أعمل اللي علي. عزت ابني أعطيني الموبايل لأحكي مع الجماعة واتفق معهم. آخ يوم النكسة هذا اليوم. آخ يعني خليني أحكي ونحدد يوم لنطلب هالبنت ونخلص من هالقصة. حكيت معهم من شوية أمي، بكرة المساء هن جاي لعنا. كيف يعني؟ معقولة يا ابني؟ ما بصير هن يجوا لهون. والله ما بعرف، هيك خبرني أبوها على الموبايل، قال هن ببودروم أصلا وهن بدهن يجوا لعنا، وصار يضحك وسكر التليفون. ايه والله عيب، بلكي هو ما بيعرف بالأصول. انت دق لي على مرته وخليني انا اتفق معها. هات لشوف. الو الو، بدي احكي مع غفران خانم اذا بتريدي. حلوه خانم من تمك يا بنت. منيره هاي انتي؟ عم تقلدي صوت ختياره مو هيك؟ لا انا مو منيره، انا كريمه صار سلماز، وبكون ستو لمراد بيك. بالله عن جد ستو لمراد حضرتك؟ انتي لساتك عايشة لهلا؟ انا بحب الختايرة كتير، وايديهن المجعلكين. انتو تحفة فنية. نشكر الله لساتني عايشة يا خانم بفضل الله رغم المصايب. حكيتك لانه كنا حابين نجي إذا كنتوا فاضيين ونطلب إيد بنتكم. بس هلا صارت بنتكم، لا تعذبي حالك، أنتِ ختيارة بتمرضي على الطريق وبصير بدك مستشفى ومنتبك فيكي، بل هلك هالشغلة كلها ما هيك؟ يعني مين بده يستضيف مين؟ مو بيناتنا هالقصة. ليكي ما في نحنا وأنتوا، هالمرة نحنا منيجي وأنتوا بتجوا المرة الجاية، اتفقنا؟ يا خانم معقول اللي عم تحكي؟ إيه معقول. جاية أعمل باسطنبول شوبينج، وكنا حاجزين التذاكر أصلاً كرومتي. كرومتك؟ بوسات للعيلة كلها. بس اجي بشوفك يا ستي الختيارة. باي باي. هالكنة طلعت مصيبة صغيرة قدام باي العيلة. ولي لك ناطرتنا أيام سودة يا جماعة. هذا منيح، مقبول. حياة بكتاش. خير كرم؟ انتي صادقة يا بنت ومصدر موثوق، انتي بنت نقية وشهمة. شكراً كرم، بس في شي بدك تقوله يا ترى؟
تعي معي تعي معي. في بنت غير بيسان وأسيل ساكنة معكم بنفس البيت؟ أنت بتعرفيها شي؟ قال هي بنت الخالي أمينة. لا 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 لا، ما بعرفها. بعرفها؟ معرفة سطحية لأنه ما لرفيتي كتير. فهمت عليكي. هلا أعطيني رقم موبايلها لأنه أنا لازم أحكي معها بشغلة كتير ضرورية. يلا رح سجل عندي. لا لا أنا ما بقدر، ما معي رقم موبايلها. أصلاً أنا ما بحب لهالبنت وما بتعاطى معها، حتى ما بعرف شو اسمها لحتى أعرف رقم موبايلها. بحياة الله، أسيل وبيسام ما بيحبوها يمكن لأنه ما شفتها معهم ولا مرة. هن سوا على طول بس هي ما بتطلع معهم. يعني هي كتير غريبة، يعني بتغار كتير وكمان شايفة حالها وحركاتها مو منيحة أبداً. نحن بصراحة ما منحبها أصلاً. هي مو هون، البنت راحت على الضيعة ومو جاية لبعد فترة. حياة متأكدة إنه هي راحت على الضيعة؟ ما أنا هون البنت؟ راحت كرم، ما راح ترجع لوقت طويل. راحت راحت وهي ما لهون. أنا عم تخدعني أكيد. العريس لا إله، ما حدا يحكي معي. حلو، كله 10 على 10 ما شاء الله. كتير منيح، كلها كم دقيقة والرجال وابنه بيدقوا باب بيتنا وبنفرح كلنا سوا. ايه والله. ايه بس خلينا ندق لحياتها حتى تجي وما تتأخر. يلا. سمعيني. ألو بنتي. حياتي يا روحي، وينك ماما؟ وين صرتي؟ وينك يا روحي؟ هلأ جاي على البيت ما هيك؟ لا تتأخري. ايه لا أمي، بدي أتأخر اليوم، عندي ضغط شغل. مع الأسف لازم ضل بالشركة، رح طول. كيف؟ لا مستحيل هالشي. شو بدي أقول الخطابة رح يجوا اليوم مشان بيسان؟ شو نسيانة؟ وهي رفيقتك وأختك، معقول ما تكوني موجودة؟ مستحيل هذا الشي. بنتي بيعصب أبوك كتير وبيسان كمان بتزعل. ايه بنتي؟ أمي مو بإيدي الموضوع، ما فيني أعمل شي بنو، القصة من فوق جاي. يلا بشوفكم. بس قالت لي لحظة. يا الله لك، سكرت في وشي، سكرت التليفون، تبهدلنا خلص وفضحنا. يا ربي رح صفرين بالناس من هالشغل. يا ربي يا ربي دخيلة. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نقله؟ فضحتنا يا ربي، فضحتنا. وسيرتنا رح تصير على كل لسانة. يا والله شو عم يصير؟ الحرب بلشت؟ ايه دانتيلات صاروا على الكنبايات. بنتي الحياة رح تتأخر اليوم والخطابة جايين. شو بدي أعمل أنا بهالفضيحة هلأ؟ يا ربي شو بدي أعمل أنا؟ لا تعصبي خالتي، اهدي شوي. هنن أصلاً مو جايين ليشوفوني. أبي شوفوني وخلصنا، شو هالمشكلة يعني؟ روقوا. لشو هالتوتر؟ ايه مزبوط، ما في عنا حل تاني. انت فوتي والبسي ليكي بس شي حلو. ها وأكابري كمان، اوعيك شي مانو ضيق ولا يكون مكسام. كوني عروس غير شكل. حاضر. يلا فادية يلا روحي. ليش؟ خلص خلص يلا مشي مشي قدامي. يلا البسي شي مرتب كمان. يلا خلينا نستقبلهم مأنق. بسيطة ولا في شي معقول. يعطيك العافية. ليش كذبت علي؟ هي ما بتكذب ابدا، وانا من غشمنتي صدقتها ومشيت ورا كلامها. بس لا، انا لازم اعرف الحقيقه، بدي اعرف كل شيء. شو خير يا سبع البرمبا؟ عم بتقاتل دبان وشك. اكيد في بالقصه بنت. موضوع البنت عادي كتير، القصه قصه حب. اذا هيك معناتها مشكلتك كبيره مو سهله. عم تستنى اخي شيء؟ ايه ناطره لحتى فضفض له شوي، بس قال انه اليوم بده يتاخر. هو قاعد مريح فوق وانا عم يطق قلبي تحت. وليش لحتى يطق قلبك يعني؟ ملكني انا موجود، اشكيلي همك. شو اشكيلك؟ كيف بدي اشكيلك؟ يمكن حبيبه قلبي تكون طعنتني بظهري وخدعتني يا انور، وتكون عم بتخوني كمان. يمكن انا اكون ضحيه لمؤامره خبيثه. يعني هلا في حدا تاني بحياتها غيرك؟ طبعا في، وطرف الخيط مسكته خطابه، خطابه انور. ويمكن تكون حبيبتي هلا عم بتبوس ايد عمها. لك والله ماني متحمل يا انور. لك شبك يا رجل، لا تعمل بحالك هيك. خلاص رح نلاقي حل، تعال نقعد بمكان ظريف ونفكر هنيك سوا. يلا بس على حسابك. لك شغلة، عروستنا الحلوة ظهرت بالأخير بعد كل هالسنين، بتعرفي مو هيك؟ العروس انتي، انتي أكيد.
طالعة بتجنني يا بنت. ميرسي. رح ينزلوا دموعي. يا ربي شو هالجمال هاد كله يا بنت، وين كان مخبى؟ حسستك هيك صرتي أوعى وأركس. أنت ليش ما بتضلي هيك صحي؟ يا بنت شو رأيك نعطيك للشاب بدل حياة؟ بنت حلال وبتستاهلي. فعلي أمينة هالحكي مو معقول. بصراحة ما بعرف، بس مستحيل يصير هالشي. وليش ما يصير؟ كله اسمه ونصيب. ايه اكيد كله اسمه ونصيب. ما بتعرفي نصيبك؟ بجوز رح يجي لعندك. يولد معك هيولي هيك لحالة. والله انا اللي بختار من نصيبي، لا تشغلي بالك انتي. ماشي، انا بس لبست هيك وظبطت حالي مشانكم، لانكم صرعتوا راسي كل نهار مشان بين مرتبه. خلص بقى لا تعصبوني. ايه لك وصلوا. والله والله وصلوا وصلوا يا بنات. تعو تعو إيه؟ تعو يلا يا بنات تعو. يلا يلا. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا، شرفتونا تفضلوا. مرحبا. اهلين ابني تفضل. مرحبا. أهلين. مرحبا. اهلا وسهلا تفضل. مرحبا. اهلا وسهلا مدام. مرحبا. كرم لا تواخذني، بس بصراحة هنن كتير غلطانين بحقها. أكيد في شي عم بينطبخ من ورا ظهرك مبين القصة. مبين ما؟ لك هي عملة بتنعمل معي أنا؟ لك بلا هالحكي، اليوم رح يخطبوا حبيبتك. أنت ليش ما بتروح وبتنقطها قدام خطيبة؟ طبعاً إذا ما بتتضايق كون شاهد على زواجه، وحط بالفيترينة ضيافة عرسن وتأملها. وليش لا استنى هاليوم؟ أنا بموت هون أحسن لي، خليني زت حالي وموت. اتركني أنور. لك خلاص كرم، روق شوي. شبك انت؟ شو عندك شي لحتى تخسره؟ كيف شو عندي؟ رح ياخدوا مني بيسان. روحي عم تطلع مني. لك شو بدي اخسر اكتر من هيك؟ لك انا هذا الشي اللي بدي اقول لك يا، بما انه بيسان كل شي، انت شو رح تخسر بقى؟ فكر فيها شوي كرم. بيكون قصدك اني روح اتدخل ايه؟ بالموضوع؟ يعني هلأ روح لعندهم؟ واخربها على راسهم كلياتهم. لك والله هذا الحكي المزبوط. بس هنن مفكريني قرايبة لبيسان، هيك بدي ورطها. أخي هيك أحسن لك صدقني، مدام معتبرينك قرايبة مو من حقك إنك تكون جنبها بهيك يوم. فكر فيها منيح. مو من حقك إنك تزور قرايبتك؟ طبعا. إيه ها مزبوط. أيوة من حقي زور قرايبتي وقابل عريس الغفلة وخربت القصة. انسى كرم القديم. أنا جايك يا بيسان. لك وقف كرم وقف. لك وقف، أنا كمان بدي أجي معك. نحن مع بعض على الحلوة والمرة. سمعت الصوت؟ ما هيك مراد بيك؟ بيكون شي شباك أو باب. كأنه حسيت في شي وقع برا. بجوز الحارس اللي واقف برا طرقت رجله بشي شغلة أو ما بعرف. مو معقول، قرب الصوت كتير، مو سمعان؟ لا تخافي، امشي نشوف لحتى يرتاح بالك. تعي. الكهرباء تقطع. شبكي حياة، شو صار لك؟ ليش عم تشدي على ايدي؟ عم توجعيني هيك؟ عفوا مو بقصدي، بس من خوفي شديت عليها. انقطعت الكهرباء، ما في بالعادة انها تنقطع بالشركة صح؟ خلصنا حياة، هلا بتشتغل المولدة، لا تخافي. مرق شي والله العظيم مرق شي من ورانا. شو هاد؟ اذا بتتركي لي ايدي رح اعرف. مسكتي لي ايدي وما عم بقدر اتحرك بنوم. لا مشان الله لا تتركني، لا تتركني، انا كثير مرعوبه. شايفك مرعوبه. طمني ما بتركك روقي. خلص وقفي وراي. قلت لك ما رح اتركك. قول والله. والله
شو اسمك يا حلو؟ أوس. طيب شو كنيتك؟ أنا ما بعرف. طيب حبيبي إلي، أنت شلون إجيت على هالمكان؟ إجيت ماشي. شو هالسؤال هاد؟ أكيد ما رح يجي بسيارة. بحياة الله. طيب اسأله أنت. اسمعي لك يا أوس، إلي أنت في عندك أب وأم؟ بدون الأب والأم ما بصيروا الأولاد. صح، ما هو حق. ما بيتجاوب غير هيك على سؤالك. برافو أوس، شو شاطر، كفك. يا الله شو ذكي هالولد. ما عندي شك، إيه بس لو علموه أهله شو كنيته بدل ما يعلموه هالشغلات مو أحسن بيكون؟ أوس، إلي أنت شو عم تعمل هون بهالوقت المتأخر؟ أنا عم بلعب. إيه بس هون مو جنينة لحتى تلعب، بعدين حبيبي تأخر الوقت وما بيصير تضل بالشارع لهلا. بس أنا ماني بالشارع هلا. برافو عليك أوس، برافو عليك، والله برافو عليك. ليش صرختي هيك؟ خوفتيه للولد. خلص حبيبي، خلص لا تبكي، اهدى. بلكي الولد ما عم يبكي لأني عليت صوتي عليه، ليكون جوعان مثلا. بجوز. أوس، أنت جوعان؟ ماله جوعان؟ عامل تحته مثلا. 4 سنين عمره، مو معقول. أيوة إذا كان عمره 4 سنين ما بيعملها يعني. حبيبي خلص، تعال تعال لعندي، تعال خلص، لا بقى تبكي، خلص بقى يا روحي حبيبي. أنا لا تبكي. طالع لبرا اتصل. لا بقى تبكي، خلص دخيل قلبه. أنا شو مهضوم. والله كتير حلو هاليوم، كتير حلو، وجمعتنا مع بعضنا بتجنن. حلوة كتير جمعتنا مع بعض، ما هيك؟ لا يا خانم، مو حلوة، هي رائعة. طالما الصبايا الحلوين هون وابني قاعد جنبي وانتو موجودين، رائعة رائعة. وابنك كمان حلوة كتير ما شاء الله عليه، مثل السبع. لا يا خانم، مو سبع، تيس تيس، ابني مثل التيس. إذا بيساوي ساندويشة بيخرب المطبخ. انطاح لشوف. كنا نلعبها ونحن صغار. ايه عن جد كتير لذيذ. كأنه هالشاب أجدع. ايه بضمن لك هالشي. بابا بس بقى، حاج لعب ما عاد بدي. ليش ما عاد بدك؟ انطاح لشوف، انطاح. ما شاء الله ما شاء الله، الشاب مو بس حلاوة وبيسمع الكلمة كمان. منيح اللي اجت ولاي خانم اليوم، كسبنا شوفتها، قلنا زمان ما شفناها هيك بالمعية، شفنا بعضنا ما هيك؟ اي والله. تولاي حكت لي كتير وقالت لي هالشاب كتير حلو ومرتب وشغيل ومحترم كمان، قالت فيك شعر، ونحن بناتنا مثل الوردات. شوفن إلن تم ياكل ما إلن تم يحكي. ابني ليش ما اكلت كعك؟ شو ما بتحبه انت؟ شو صار لك؟ حاجة توضح ابتسامات. تفضل. شكرا كثير. صحتين وهنا على قلبك. ايه والله بنتك حلوه كثير، بتجنن ما شاء الله، كانك انت بشبابك. ايه معك حق، ايه بتشبهني كثير بشبابي. صحي ما ضيفتك برك، ما بدك تدوقيهم؟ يسلموا حياتي، بيزيد وزني. طيب مثل ما بدك. فادية خانم، فيني أعرف من وين حضرتك؟ أنا من غريسو، جينا لهون مشان شغل الوالد وبعدين ضلينا. فادية خانم، بتحطي عدسات شي؟ لا والله، عيوني هيك، هن لونهم بني. ما بيصير هالحكي، ما بقبل. في هيك عيون حلوين؟ وقف شوي. ايه حلوين، لونهم كتير حلو يا بنت، كيف ما انتبهت انا قبل هلا؟ ما شاء الله روعة. جمال طبيعي. يا جماعة ما توغزوني، بس بصراحة ما لقيت محل اتركه فيه، لهيك انجبر تجيبه معي. مو مشكلة، بس انشغل بالنا عليه كتير. ابني حرك شوي وممكن بلحظة يختفي. أمه وينة؟ أمه عطتك عمرة، الله يرحمه. العوض بسلامتك. يسلم عمرك. سته بتنتبه عليه،
بس للأسف الليلة تعبانة. إذا فينا نساعدك بشيء. نفضل مراد بيك، شو بيطلع بإيدك تعمل؟ ما بيكفي حضرتك مشغلني؟ ولو، العفو. أمي عن جارتنا، مشان هيك جبته معي لهون. طيب هو بيعرف؟ عفوا ما فهمت. إنه أمه ميتة. ما بيعرف شو هو الموت، بس بفيق بالليل وبصير يبكي ويقلنا بدي أمي. صعبة، صعبة كتير. حاسس فيه. كرر أسفي أستاذ، لا تواخذني، رح أخده وحطه جنبي. بس رح يمل مو هيك؟ شو بدي أعمل؟ تمضى. هلأ بيلعب بسيارته، بيتعشى، وبعدين بيجي وقت نومه. طيب شو رأيك؟ نحن أخدين استراحة، بيضل معنا ومناكل سوا، مو أحسن؟ مثل ما بدك بصير أستاذ. خلص روح واطمن، هو معنا. شكراً. يا جماعة دوقوا هدول كمان، الصبايا هنن اللي عاملينهم بإيديهن. تفضلوا قطعة من هدول، تفضلوا. لا يا خانو، ما بدي قطعة. حطيلي بموت بالكيك. لسه؟ حطيه. صحة. والله العظيم قد ما تبسمت اليوم رح ينشلوا خدودي. شو صعبة تسايري العالم. وانت الوحدة يسلم حياتي. طولي بالك شوي، بس يروحوا مناخد سوا مرخي عضلي. يا خانم، أنا ما بحب أمدح حالي، بس واضح من تحفتي الفنية إني أب خارق. ابنك نوزت بيك شخصية كتير، ما شاء الله عليه، منحوت نحت كأنه. شو هي منحوت؟ لوحة. صح، شو هاللوحة الحلوة هي؟ وحياة الله، الزلمة عنده مرض الاعتراض، إذا ما اعترض يمكن يموت. عن جد ولا فيوز؟ قدرنا هدول، قدرنا أسي، حياة خسرت هالشوفة. بس بتعرفي أنا برأيي مو هي، لو كرم يجي ويشوفك بهالحالة كنا تسلينا كتير. ها مين إجا يا ترى؟ يلا صبايا قوموا شوفوا مين إجا، يلا افتحوا. رح أفتح فورا، وأنا رايحة معك كمان. ايه. روحي. شو جابك لهون هلا؟ أسيل، أنت ما بتعرفي تخبي شي عنه لهالزلمة؟ مين حضرتك أساساً؟ ليش عم تحكي معي؟ شو عملتي بيسان؟ كرم، روح من هون بسرعة، روح لضيوف جوا بلا ما ننفضح هلا، الله يخليك. حضرتك شو جابك لعنا؟ شو إلك علاقة بالقصة؟ مجريات القصة هيك فرضت علينا يا حلوة. اشرحوا لي بالتفصيل، شو صار؟ ضيوفكم وصلوا على الوقت يا ترى؟ الخطابة شافوا حضرتك؟ ها؟ لابسة ومزبطة حالك على 24، يلا احكي لي. بعدين نحكي كرم، انت هلا روح. يلا تعي لهون. وين رايحة؟ ما ضل في لا بعدين ولا قبلين، حتى اني تأخرت كتير. انا مو بكون قرايبك؟ يعني ولي امرك وبحق لي اعرف كل شيء بالتفصيل. طبعا من حق، يعني ما نحلو ابدا تضحكوا علي بهالطريقة. بالله اسمعوني انتو الاثنين، اذا ما بتمشوا رح ورجيكم كيف بتصير التقليعة على اصولها. والله الحاني أنوار، رح نهجم. وقف، انتهى الحوار. استنى. أهلا. مساء الخير يا جماعة. كرم، خالتي أمينة، طمنيني عن صحتك. أهلا وسهلا يا ابني، أهلا وسهلا. مين هاد؟ هاد بيكون قرايب بنتنا وإجا من الضيعة خصوصي كرمالنا. تشرفنا فيكن. لا يا أستاذ، أنا اللي تشرفت. وانت شو؟ وانا تشرفت بمعرفتك. مو هذا اللي قصدته، شو اسمك؟ نوزات. شو بقول نوزاتك؟ مزحت معك، مزحت. انا انسان بحب المزح ولطيف كثير. خالي امينه،
نعم يا روحي. قولي لي وين بنتك؟ لو سمحت لا تذكرني يا ابني، لسه ما وصلت. حلو. على الأقل مزبوط طلع في بنت ثالثة. اسمعوني منيح، بتعرفوا أنا تأخرت شوي، بس أنا بضل فرد من هالعيلة هاي، ولهيك خالتي أنتو مين إجيتوا تطلبوا بالضبط؟ إيه شبنا، كل شيء وله وقته كرمبي، وهالقصة بيحكوا فيها الكبار، ولازم كل شيء يمشي على الأصول لنشرب قهوتنا بالأول. مندي يا مندي كرم، صبور شوي شبا، عملي لي قهوة سادة. وأنا سادة قهوتي. رح أعمل لك قهوة مو تكرم عيونك، قهوة لك طبعاً تكرموا وعلى السريع. أسيل سمعتي، يلا عملي القهوة بسرعة. أنا ليش لأقوم أعملها حبيبتي؟ مو شغلتي هاي، القهوة عليكي أنتي. يلا. أنا مو شغلتي أعملها، ليش لتكون شغلتي؟ شو علاقتي أنا؟ طيب خلصنا يا جماعة، كرمال الله أنا بقوم بعملها. عمران بيك كيف تحب تشرب قهوتك؟ حلوة مثلك. سادة وسط. طيب صبايا تعوا ساعدوني لشوف. يلا روحوا يلا. يلا. أهلين. والشاب الوسيم شو بيشتغل؟ علاقات عامة. وحضرتك؟ أنا؟ إيه أنت؟ عندي شركة نقل صغيرة مألفة من سيارة بأربع دواليب، وأنا مستلم القيادة وبدير الاتجاهات كلها. شو هالحكي؟ طيب وأنا ليش ما عندي خبر بهالشغل؟ حضرتك مو شوفير عنا؟ وأنا هذا اللي قلته، شو ما وصلت الفكرة؟ انسى انسى ابني، أنا نوزت. نوزت ما هيك؟ إيه صح. ممتازة، أنا رح أسألك كم سؤال. تفضل. شو شكل الصبية اللي بتحبه؟ قديش طولك؟ وإذا أنا وياك لعبنا ملاكمة بكم ثانية بغلبك؟ وشو هن الشروط الثلاثة لإرضاء قلب الست برأيك؟ ليش قاعد هون؟ في عندك شي نقاط ضعف؟ وإذا في شو هن؟ إذا ما تزوجت بتموت مثلا؟ لعيت قلبي ليش ما عم تجاوب؟ شو جابوا لهالمجنون هلا؟ رح يعمل مشكلة ويروحنا. الحق كله علي أنا، ما كان لازم أزلق بالحكي قدامه اليوم. مع انه لما سالني قلت له انه جايين كرمال اسيل، ليش اجى لهون؟ عن جد ما عم افهم. انت قلتي له جايين كرمال اسيل؟ شو خبصتي وقلتي له انت؟ بصراحه اليوم كان مارق كرم على المستشفى وزلقني بالحكي، وقلت له ما نون جايين كرمالي. ما كنت عارفانه شو قايلتي له، قلت له جايين كرمال بنت امينه.
بس يا ريتني ما حكيت. أسيل الغبية، شو عملتي؟ هلأ بيكون حس إنه نحن مخبيين شي عنه وبطق مخه. بس بتعرفي شو؟ كرم غيران عليكي شفتي؟ إيه شفت، ما أحلى هو وغيران. أنتي جد بشي، جايب معه أنور لعنا، بركي رجعت حياة هلأ بنروح فيها. نحن لازم نحذرها، خلينا نبعث لها مسج فورا حتى ما تجي. لك ما همنا تجي حياة، خلوكم عم تحكوا بالهمس، القهوة جاهزة. بأنو نحط الملح؟ لشو الملح؟ مو بيحطوا ملح ولا لا؟ شو المناظر؟ معقول في فيلم كرتون هيك كله عنف وقتل وضرب؟ هاتي الريموت لشوف. يعني في شيء أحسن وأنا ما حطيتها عليه؟ تفضل هاتي. شو هذا اللي حطيته؟ لا تتفرج أو سكمل أكل. بس أنا بحب برنامج الحيوانات خالة حياة. يا عيني شو بتفهم؟ شاطر، هذا الولد بيفهم، تعلمي منه. ها ليك حبيبي، دائما القوي بياكل الضعيف، حطها ببالك. هات هالريموت من ايدك لشوف. هات. شو هالنصيحه المحترمه اللي اعطيتها لولد بهالعمر؟ هلا بكره اذا راح لعند رفيقه وقال له انا اقوى منك ولازم اضربك، شو بدنا نعمل مراد افندي بوقتها؟ كل النسوان مثل بعضهم، دائما لعي لعي لعي. طيب اسألي للولد ليش ممكن يضرب رفيقه؟ اسألي لشو؟ أنا ليش ممكن أضرب رفيقي؟ لأنه الطرف الثاني تهجم عليك، ولا أنت ما بتهجم على العالم بدون سبب أوس؟ هلأ إذا الطرف الثاني تهجم علينا الضرب مسموح؟ نحن هيك منحل مشاكلنا. طيب وينه الزلمة يلي ضد العنف؟ أنت كيف ممكن تربي ابنك؟ فهمني. طيب إذا إجا ولد وضربه لأوس، شو بدك يا يعمل؟ يجي يقول له ضربني هون كمان؟ هو لازم يروح ويشكي لآنسته. شو؟ معقول بدك الولد يصير فساد حياة؟ بلا ما نحضر شي يا جماعة، بفرج عليكم عم تسليني أكتر. اسلم ايديكي فادية. كرم صحة كرم صحة. اختنقت الظاهر انه طلع من نصيبك. بصراحة هالفنجان لنوزة بيك ما تواخذنا. يا ريتو كان شربه واختنق. يعني مشان النصيب قصدي. لكن انتو ناويين تقتلوا العريس؟ شو هالقهوة اللي عاملينها؟ يا ريت، كان ممكن يروح قتل. عم بمزح، ما كتير تركز بالقصة. ايه يا جماعة، بما انه اخيرا وصلت القهوة، بما انه خلصت القهوة كمان، صار فينا نفوت بالموضوع دغري. ايه طبعا معك حق، خلينا نفوت بالموضوع بقى تولاي خانم. وهلأ يا جماعة انتو بتعرفوا إنه ما حدا فينا بيتوقع إمتى ولا وين ممكن يلتقي بالشخص المناسب ويلي رح يكون بالمستقبل شريك حياته. أنا بالوقت الحالي ممكن ارتكب جريمة بهذا الشاب وعلق جسته بالمقلوب لحتى يصير عبرة لغيره. روق شوي كرم، خليك كل شوي شبك، ما بيكفي القهوة اللي شربونا ياها. يا جماعة أنتوا بتعرفوا إنه الدنيا اسمه ونصيب. ممتاز، شوي وبتبلش المجزرة. هو ابننا وقع بحب البنت من أول نظرة، بس لأنه ابننا خجول ما بيحب يظهر عواطفه غير بشكل رسمي اجينا لعندكم. شايف رقبته لنوزت؟ ممكن فكها وشيل عيونه من محلها إذا لسه بيطلع بهالطريقة. الحب مو بس حكي وفعل كمان. حلو هالحكي، المقدمة منيحة، وهلأ صار دوري، رح حط النهاية الدموية. ونحنا طالبين على سنة الله ورسوله. إيد بنتكم فادية. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam.
شوق بلال.